واحتفال أسرة الأمن الوطني اليوم بالذكرى 65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني هي مناسبة للوقوف عند التحول العميق لهذا الجهاز في عهد الملك محمد السادس، بحيث تم تطوير المؤسسة عبر سلسلة من الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية لتصبح مؤسسة أمنية معترفا بها دوليا. كما عمل الملك محمد السادس على عصرنة المؤسسة الشرطية من خلال مدها بالوسائل الحديثة والمتطورة لمواكبة التحديات الراهنة ومواجهة جل أشكال الإجرام، علاوة على تحديث مباني الإدارة المركزية واللامماركزة. نهار اليوم شهدت الدار البيضاء تدشين مشاريع أمنية كبرى تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من خلالها إلى توفير فضاء عمل مندمج لضباط الشرطة القضائية يسمح لها بالقيام بمهامها على أعلى مستوى وطنيا ودوليا. تفاصيل أكثر مع شيماء بوعلام. تخلد أسرة الأمن الوطني الذكرى 65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. هذا التخليد أبرز مواكبة متطورة للارتقاء بالمنظومة الأمنية المغربية تحت رعاية الملك محمد السادس. فقد تم افتتاح مقرات جديدة خاصة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية وللمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية. المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تم تشييده بمدينة الدار البيضاء على مساحة إجمالية تناهز 16,000 متر مربع، وتم تصميمه وتجهيزه ليحتضن المكاتب المتخصصة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سواء في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والتطرف العنيف أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة. ويأتي تدشين هاتين المنشأتين في إطار السياسة والاستراتيجية التي تبنتها المديرية العامة للأمن الوطني في الخمس سنوات الأخيرة، والتي ترتكز بالأساس على الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله وتكوينه، وتوفير المعدات اللوجستيكية والتجهيزات العالية الدقة من أجل القيام بالمهام المنوطة بالمؤسسة الأمنية. المديرية العامة للأمن الوطني تتطلع من خلال تشييد هذا المرفق الجديد إلى توفير فضاء عمل مندمج لضباط الشرطة القضائية الذين يتوفرون على اختصاص وطني يسمح لهم باستقبال وتنفيذ الإنابات القضائية الدولية التي يتوصل بها المغرب من طرف الدول الأجنبية، وبتطوير آليات التعاون الدولي في المجال الأمني، فضلا عن ضمان التخصص والنجاعة في البحث والتحري في الجرائم الكبرى التي تحدق بأمن المملكة. وقد تم تجهيز هذا المقر المندمج بفضاءات وتجهيزات متطورة تتسق مع الضمانات المقررة تشريعا خلال إجراءات البحث في مرحلة ما قبل المحاكمة. العناية التي يوليها العاهل المغربي للمجال الأمني تتجسد من خلال الاهتمام بمختلف المرافق الكفيلة بالارتقاء بالمؤسسات الأمنية. فقد تم تشييد المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية على مساحة إجمالية قدرها 8,600 متر مربع، مكونة من 5 منصات تقنية تم تجهيزها لتحتضن مصالح متعددة كمصلحة البيولوجيا الشرعية ومصلحة الأدلة الجنائية ومصلحة التشخيص بالبصمات الوراثية. وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني على تطوير آليات البحث الجنائي وتسخير العلوم والتقنيات الجديدة لخدمة العدالة، بما يسمح بترسيخ مقومات المحاكمة العادلة وتوطيد البعد الحقوقي في الأبحاث التمهيدية من خلال الركون الممنهج للشرطة التقنية والعلمية من طرف ضباط الشرطة القضائية، والاستعانة بالأدلة والإثباتات العلمية لاستجلاء حقيقة الجرائم، فضلا عن تعزيز الشفافية في مصادر رفع وتجميع وحماية الدليل العلمي وضمان ثبوتيته أمام السلطات القضائية المختصة. في هذا الإطار ديال تحديث المقر جات واكباته واحد اقتناء ديال مجموعة ديال الآليات اللي هي متطورة وحديثة، اللي جات باش تواكب التطور ديال العلمي والتقني اللي كتعرفوا جميع المجالات، ولا سيما المجال ديال لي سيونس ميديكو ليغال. هذا المختبر عنده 5 ديال لي بلاطو تكنيك. كاينه البلاطو تكنيك اللي ديال الكيمياء الشرعية، بلاطو تكنيك ديال البيولوجيا الشرعية، بلاطو
تكنيك ديال لا توكسيكولوجي فورانزيك لي ستوبيفيون اي بلاتو تكنيك كي كونسير ليدونتيفيكاسيون بار امبرانت جينيتيك او لتحديد البصمه الوراثيه لعالي الصبيب يعني لو او دي بي. وتم تجهيز المصلحه المكلفه بالحمض النووي او البصمه الوراثيه باليات جد متقدمه ودقيقه، تعد هي الاولى من نوعها على صعيد القاره الافريقيه في مجال عمليات استخلاص الحمض النووي، وهي الاليات التي ستتيح الرفع من المردوديه وتدعيم الجوده عبر المعالجه الدقيقه في ظرف وجيز لاكبر عدد ممكن من العينات المخبريه المستقاه من مسارح الجرائم. كما تم تجهيز المختبر بمجموعه من المعدات والتجهيزات الحديثه والعاليه الدقه بهدف مكافحه الجرائم المتعلقه بالتزوير بشتى انواعه، وذلك بناء على قاعده للبيانات تزيد عن 2000 نموذج للمقارنه بما في ذلك جوازات السفر والتأشيرات والعملات الوطنية والأجنبية وسندات الهوية والإقامة.